اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من هنا العاصمه. برحب بيكم وبدعوكم لمتابعه حواراتنا النهارده. اول حوار معانا حوار مهم عن قوائم الانتظار. قوائم الانتظار مبادره رائعه لانها انجزت في مجهود وفي انتظار وترقب الكثير من العمليات الجراحيه اللي كانت المواطنين والمرضى بتاخد وقت طويل جدا علشان يبقى لها دور ويبقى لها مكان و تتعالج، ويعني ربنا يشفي كل مريض كده تلاقي ليها مكان في المستشفيات وفي غرف العمليات الجراحية. الموضوع كان بيبقى صعب، كلنا عارفين ان مسألة العملية الجراحية دي بتمر احيانا بمحطات كتيرة جدا. النهاردة قوائم الانتظار بتختصر هذه المحطات، بتوفر المسألة على المريض وعلى اهله اللي بيعانوا بجانب المرض، يعني مش كفاية المرض، بيعانوا كمان مع الاجراءات الطبية والاجراءات المادية للوصول لهذه المرحلة الهامة وهي العملية الجراحية. النهاردة قوائم الانتظار بتحقق نتائج كبيرة، بالأرقام بنرصدها مع حضراتكم في عمليات جراحية زي جراحة الأورام، العظام، الرمد، القلب المفتوح، الأسطرة القلبية، المخ والأعصاب، زراعة قوقعة الأذن، زراعة الكبد، زراعة الكلى. الأرقام اللي عندي أرقام مبشرة جدا. عدد جراحات الأورام 15,000 عملية جراحية و146، جراحات العظام 13,159، عدد جراحات الرمد 97,913. أنا عندي أرقام كتيرة هوفرها بقى للحوار وهقولها مع حضراتكم. هنرصد ما حدث في مبادرة قوائم الانتظار. كل التحية والتقدير للقائمين على المبادرة، للأطباء، للتمريض، لأي شخص ساهم في علاج مريض وأنجز في مرحلة العلاج دي. الدقيقة تمنها كبير جدا عند أي مريض وعند أسرته وأهله اللي بتعاني زيها زي المريض. مش بس القلق، مش بس التحدي اللي بيقابلهم، كمان الموقف بيبقى داخل المستشفيات أحيانا بيبقى صعب. دي أول فقرة معانا بدعوكم لمتابعتها. هنشوف برضو المسألة أخبارها إيه، إزاي قوائم الانتظار لسه بتستقبل ناس كتير، إزاي المبادرة دي لسه عايشة ومستمرة لسنين، لأنه يعني هي كان مقدر ليها فترة زمنية، والحقيقة أنه ما أنجز كان أسرع بكتير من التوقعات اللي كانت لمبادرة قوائم الانتظار. وفي نفس الوقت المبادرة دي مستمرة وباقية لأنها نجحت نجاح كبير. كل التوفيق لكل القائمين والعاملين في داخل هذه المبادرة. دكتور خالد عاطف المدير التنفيذي لغرفة عمليات مبادرة قوائم الانتظار هو ضيفنا في هذا الحوار. حوارنا التالي هو حوار ثابت مع حضراتكم في نهاية حلقات هنا العاصمة في كل أسبوع، يعني يوم الثلاث إن شاء الله. دايما معانا الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. برحب بيه ضيف دائم معانا في هنا العاصمة. برحب بحضراتكم بأسئلتكم ومساهمتكم في هذه الفقرة الثابتة معانا. كل شخص عنده سؤال هيكون موجود، تقدروا عبر الصفحة تقدروا تكونوا مشاركين معانا، وإحنا كمان هيبقى عندنا أسئلة جمعناها كده على مدار الأسبوع لطرحها على الدكتور عمرو الورداني. ودايما يعني الأسرة المصرية هي في مقدمة حوارنا مع دكتور عمرو. دايما بنتحدث عن نشأة الأبناء، بنتحدث عن وسائل التربية الصحيحة في الزمن اللي احنا فيه ده، اللي بيربي مش بس الأب والأم والمدرسة زي الأجيال اللي فاتت دي كلها، اللي بيربي كمان دلوقتي معاهم السوشيال ميديا بقى، بالفيسبوك، بالانستجرام، بكل ما يطرق عليها من جديد. ولذلك الموضوع بقى صعب وبقى محتاج دايما انه يكون في حالة من الوعي والادراك عند العيلة لتدارك اي امر ممكن يبقى مشكلة لا قدر الله في تربية الابناء.
أبدأ مع حضراتكم أول أخبارنا النهاردة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، وده كان بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. اللقاء ده لقاء مهم لأنه بيعزز من التعاون العسكري ومن التدريبات المشتركة ما بين مصر وما بين روسيا. شخصية بحجم سيرجي شويغو النهاردة في ضيافة جمهورية مصر العربية للمزيد من الاتفاقيات، للمزيد من الاستمرار في تطوير وتعزيز التعاون ما بين مصر وما بين روسيا. وخلال اللقاء أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر حكومة وشعبا بالروابط الوثيقة اللي بتجمعهما مع بعضهما البعض، وحرصهما على مواصلة تعزيزها على مختلف الأصعدة، بمعنى أنه الشأن السياسي مطروح في علاقاتنا مع روسيا، الشأن الاقتصادي مطروح أيضا، الشأن العسكري مطروح في هذه العلاقات. وطبعا كان في تطرق لما يتعرض له الشرق الأوسط من تحديات وعلى رأسها ملف الإرهاب. ملف الإرهاب دائما حاضر في اجتماعات السيد الرئيس، في لقاءات السيد الرئيس. مصر قدمت الكثير في معركتها مع الإرهاب وحاربت بمفردها وأشاد بها العالم، والمعركة مستمرة، وفي نفس الوقت بيتوازى معها المعركة من أجل التنمية ومن أجل الإعمار. المسؤول الروسي أكد أهمية العمل على ترسيخ الجانب العسكري تحديدا والأمن في إطار علاقات التعاون المشتركة ما بين البلدين، وطبعا ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. واللقاء كان فيه تباحثات بشأن التطورات على صعيد قضايا مختلفة، طبعا سوريا وليبيا كانوا موجودين وحاضرين في هذا اللقاء، وكان فيه توافق مع وجهات النظر بخصوص أهمية التمسك بالحل السياسي لمختلف الأزمات اللي بتمر بها المنطقة والحفاظ على وحدة الدولة وسلامة أراضيها. كافة الدول اللي بتشهد هذه التحديات أكيد الصراعات يعني نالت من استقرارها، نالت من أمنها، ولكن الحل السياسي يبقى الحل المطروح في المقدمة دائما. اجتمع كذلك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من كبار مسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وده بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. وهذا الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية الخاصة بالطرق والمحاور على مستوى الجمهورية بالكامل في إطار شبكة الطرق القومية، خاصة المشروع الخاص بتسيير الحركة المرورية في مصر الجديدة ومراحل تطوير المحاور الرئيسية للحي. السيد الرئيس وجه بضرورة انه يتم الانتهاء من تطوير محاور الطرق والكباري في منطقة مصر الجديدة. طبعا منطقة مصر الجديدة منطقة حيوية جدا، منطقة تاريخية، منطقة فيها منشآت واماكن هامة، وفي نفس الوقت بتشهد ايضا التطور في ميادينها الرئيسية، في شوارعها الرئيسية، وده وفق تخطيط زمني وانشائي مقرر، و كل ما يجري لتسهيل حركة المرور فيها مع زيادة الناس، مع زيادة التكدس السكاني، أيضا ازدحام في شوارعها. مصر الجديدة منطقة كبيرة وضخمة بتشهد أيضا من وقت للتاني إعمار، يعني دايما نلاقي فيه وحدات سكنية جديدة براقة مختلفة في مصر الجديدة، باقية دايما يعني بكل ما فيها من حديث بشأن الطرق بشأن الإسكان. ولذلك كانت ليها مساحة النهاردة في هذا الحوار، وأنه يعني يكون ما يجد فيها ملائم للتصميمات الهندسية للطابع المعماري الخاص بالحي، ملائم أيضا للتطور اللي بتشهده باقي المناطق، وملائمة أيضا معايير الجودة لكل شيء بنشوفه جديد في مصر الجديدة. وبالتالي كانت يعني مصر الجديدة ليها نصيب الأسد في هذا الاجتماع مع اللواء أركان حرب إيهاب الفأر رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد الاجتماع الخاص بسير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، ترتيبات نقل الوزارات، نقل العاملين داخل هذه الوزارات كانت مطروحة أيضا في هذا الاجتماع، وإزاي يعني سيتم العمل على عملية الانتقال للعاصمة الإدارية. رئيس الوزراء وجه بسرعة التعاقد مع الشركات اللي هتتولى تأثيث الوزارات والمباني الحكومية، خاصة مع التزام الشركات بأنها تكون منتهية من التصنيع في غضون 4 أشهر.
أشار رئيس الوزراء إلى أنه بيتم حاليا البدء في تنفيذ 33,000 وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي في توسعات مدينة بدر، وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بتخصيص جزء منها لشباب الموظفين اللي هينتقلوا للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة على أن يتم توفير الخدمات الخاصة طبعا فيها. ده بخلاف 10,000 وحدة بيتم تنفيذها في مدينة بدر حاليا بنسب متقدمة بمساحات وصلت ل 118 متر مخصصة للعاملين في الوزارات. واللواء أحمد زكي عبدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة كان ليه تصريح بيقول فيه أنه هيتم بدء نقل الوزارات بشكل تدريجي على مراحل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وغالبا يونيو القادم هيشهد هذه العملية والطفرة الجديدة في حياتنا جميعا. نقل الوزارات ونقل الهيئات والمؤسسات بيساهم أيضا بشكل أو بآخر فيما نتحدث عنه دايما من تكدس، من ازدحام، من ضجيج بنعيشه. طبعا الأماكن الحيوية دي أكيد عملية النقل، عملية نقل العاملين، عملية نقل الموظفين هتتيح كده مساحة كبيرة لينا كمواطنين بالتأكيد في حياتنا، وده اللي يعني موجود أيضا من ضمن أهداف ما يحدث الآن من طفرة سنشهدها يونيو القادم، يعني لحد إن شاء الله شهر 6 كده بإذن الله هتكون المراحل مستمرة، لأنه كمان زي ما قلنا في الخبر عملية النقل دي محتاجة نقل الحياة بقى وما يعني يوجد فيها من مضمون ومن تفاصيل، بمعنى انه المرافق اللي العاملين عايزينها، الاسر الخاصة بهؤلاء العاملين، احتياجاتهم، كل ده موجود وليه اولوية في اجندة العمل الخاصة بالعاصمة الادارية. هنتابعها مع حضراتكم اولا باول، وهنتابع ايضا الاجتماعات الخاصة بعملية النقل دائما مع حضراتكم. استعرضت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي التقرير الخاص عن تقدم أعمال برنامج سكن كريم والإنجازات اللي تم تحقيقها والنتائج اللي وصلنا لها في البرنامج ده حتى أكتوبر 2019. سكن كريم دي ده كان مبادرة أطلقتها وزارة التضامن في نوفمبر الماضي، كان ليها أهداف خاصة بتحسين الوضع الصحي، الوضع البيئي، وضع الناس بشكل عام، وتطوير منازلهم، منازل الأسر اللي محتاجة إنه منازلها يعني الناس تبص لها علشان بيكون عندهم سقف مش كامل، عندهم حياة معيشية صعبة، عندهم مشاكل. وكانت على مراحل المبادرة دي، على مراحل، والمرحلة الأولى استهدفت 60,000 أسرة تقريبا في 27 قرية، كانوا محتاجين للمجهود ده، كانوا محتاجين لهذه النظرة علشان يعيشوا بشكل أفضل وسط تغيرات جوية صعبة بنتكلم عليها مع هيئة الأرصاد على طول. بقينا من الدول طبعا اللي لازم نشوف هيئة الأرصاد بتقول إيه وتقاريرها أخبارها إيه، وبناخد نصايح وتحذيرات منها، لأنه بقينا طبعا بنعيش تقلبات جوية مختلفة عما سبق. علشان كده كانت مبادرة حياة كريمة موجودة في بيوتهم بتشوف ايه اللي ناقصهم علشان يقدروا يكونوا عايشين بما هو افضل. هيكون معنا دلوقتي على التليفون لمعرفة المزيد المهندس محمد هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعي. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. وزيرة التضامن اكدت انه يعني لازال العمل مستمر وفي تنفيذ تدخلات الاسر الاولى بالرعايه بالقرى القرى المستهدفه في محافظات زي المنيا واسيوط وسوهاج. ممكن اخد فكره وقنا والاقصر كمان، ممكن اخد فكره عن العمل في هذه الاماكن؟ احنا بالفعل نجحنا من بدايه تنفيذ هذه المبادره في بدايه العام الماضي وحتى اكتوبر زي ما حضرتك ذكرتي في تحقيق تدخلات لاكثر من 70,000 اسره تمام في المحافظات الخمسه اللي حضرتك ذكرتيهم، المنيا واسيوط وسوهاج وقنا والاقصر. كان هدفنا تحسين البنيه التحتيه وحاله المنازل للاسر الاولى بالرعايه، واللي تم اختيار هذه الاسر من خلال قاعده البيانات الخاصه ببرنامج التكافل والكرامه في المناطق الاكثر احتياجا. بالفعل كانت المبادره في بدايتها بتستهدف 27 قريه، لكن احب اقول لحضرتك ان احنا بالفعل نجحنا في تنفيذ هذه التدخلات في اكثر من 200 قريه في المحافظات الخمسه اللي اشتغلنا فيها. التدخلات دي كانت عباره عن تسقيف وتأهيل المنازل، كان توصيل مياه الشرب
للمساكن اللي ما عندهاش وصلة مياه شرب، توصيب وصلات الصرف الصحي وربط المنازل دي بالشبكات العمومية للصرف الصحي في القرى اللي موجود فيها شبكات عمومية. إجمالي التمويل زي ما حضرتك ذكرتي حتى الآن 457 مليون جنيه، وده تم تنفيذه الحقيقة بتضافر جهود ما بين وزارة التضامن الاجتماعي اللي هي أطلقت هذه المبادرة في العام الماضي مع وزارات التنمية المحلية ووزارة التخطيط ووزارة الأوقاف ووزارة الإسكان اشترك معنا في تنفيذ المشروعات، وأيضا الجهود غير المنكورة للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني اللي دخلت معنا كجهات للتنفيذ والمشاركة أيضا في التمويل بنسبة من التمويل اللي تم تخصيصه. ممكن أعرف من حضرتك يا فندم إيه الحاجات اللي كانت مطلوبة بكثرة؟ يعني عملية إنشاء سقف، عملية تأهيل لبيت بالكامل، وصلات المية، الكهرباء، إيه اللي كان أكثر احتياجا؟ أكثر احتياجا الحقيقة كان وصلات الصرف الصحي. وصلات الصرف الصحي يعني تقريبا وصلات الصرف الصحي اللي تم تنفيذها من خلال البرنامج حتى الآن أكثر من 57,000 وصلة صرف صحي. يليها بعد كده تأهيل وتسقيف المنازل. عملنا تسقيف وتأهيل للمنازل في حوالي 7,235 منزل في القرى المستهدفة. يليها بعد كده وصلات مياه الشرب، يعني نفذنا حوالي 3,000 وصلة مياه شرب للمنازل اللي كانت غير متصلة بوصلات مياه الشرب. هي المبادرة دي ليها اتفضل يا فندم اتفضل. يعني حالة المنزل نفسه اللي ما فيهوش وصلة مياه شرب لما بنقدر نوصل له وصلة مياه شرب، هو اصلا شبكة المياه بتبقى قدام بيته لكن ما بيوصلش لها. ما بيستفدش ثمن الوصلة. فاحنا بنتحمل عنه ده وبنأهل له بيته كمان بدورة مياه تقدر يعني تستوعب المياه اللي هيبتدي. كويس جدا. طيب هي ليها ميعاد محدد يا فندم المبادره دي للانتهاء، ولا هي مستمره على حسب الحالات مثلا اللي بترصدوها حضراتكم في المبادره؟ لا ان شاء الله المبادره مستمره لاستكمال المزيد، ودلوقتي بقى في المبادره الاكبر والاعم والاشمل وهي مبادره حياه كريمه. اللي سكن كريم هيبقى جزء منها وهيبقى لها ايضا محاور اخرى غير سكن كريم في المرحله اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك، تحيه وتقدير لحضراتكم. المهندس محمد هاشم مستشار وزيره التضامن الاجتماعي، طبعا لما نسمع اخبار عن يعني انشاء سقف او تاهيل منازل من تمويل وزاره الاوقاف على سبيل المثال، وصله منزليه لمياه شرب، وصله داخليه لمياه الشرب في محافظات زي المنيا وزي قنا، في ناس حالتها صعبه، في ناس شكواها مش واصله، في ناس بتستغيث من صعوبة الحياة، ممكن ما نبقاش قادرين نوصل لهم، وحتى لو عايزين نساعد كمواطنين. النهاردة احنا بنتكلم عن مبادرة بتشتغل على ده، بتدور اساسا عليهم، بتبحث عن القرى اللي محتاجة، عن الاسر اللي اولى بالرعاية، اللي يعني مش قادرين يعبروا عن احتياجاتهم. النهاردة المبادرة من غير ما يكون في صعوبة عليهم بتوصل لهم، وبتحاول اكيد بعد ما توصل لهم انها تنفذ طلباتهم. تخيلوا زي ما قال دلوقتي استاذ محمد في التليفون، ممكن يعني موضوع مياه الشرب ده مثلا يعني موجود في القريه لكن مش واصل له حاجه في بيته، مش قادر يستفيد من اي حاجه موجوده في القريه، يعني الوصله دي مش عارف يتصرف فيها. في طبعا حاجات قاسيه جدا في الحياه، فالنهارده المبادرات دي يعني مع متطوعينها، مع القائمين بيها، مع المسؤولين عنها، مع مقترحيها، بتوصل للعمق جدا في هذه القرى ولهذه الاسر. وإن شاء الله ربنا يعني يوفق كده ويوصلوا لكل المحتاجين. المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بأنه في هذا البيان، كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام بيقول أن التحقيقات أكدت وجود الفتاة الخاصة بواقعة فتاة العياط كما تعرف إعلاميا في حالة دفاع شرعي عن عرضها. وذكر النائب العام
بأن المحكمة كانت أمرت في الخامس من نوفمبر الحالي بإخلاء سبيل الطفلة أميرة أحمد 15 سنة المعروفة إعلاميا بفتاة العياط أو فتاة الشرف المنسوب إليها تهمة القتل العمد لسائق حاول أن يغتصبها في صحراء العياط قبل 3 أشهر. قررت المحكمة تسليمها لوالدها دون ضمانات، وأهابت النيابة العامة بالمجني عليها التزام السلوك القويم وعدم إيراد نفسها زي ما البيان بيقول موارد المخاطر والشبهات، كما تهيب بكل أب وأم أو ولي أمر أن يقوموا برعاية أبنائهم وأن يضعوا أمنهم وحمايتهم نصب أعينهم وأن يعظموا في أنفس فتياتهم وفتيانهم البعد عن مواطن المخاطر، بأن يفطنوا لخداع شرار الناس وبأن يجعلوا الكياسة لتصرفاتهم هي الأساس، فإن الوقاية من الخطر خير من علاج نتائجه بعد وقوعه. يعني أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أميرة أحمد عبد الله مرزوق المعروفة إعلاميا باسم فتاة العياط لعدم الجناية لوجودها في حالة دفاع شرعي عن نفسها عن عرضها. ده بيان النائب العام. يعني كده البنت يعني واضح طبعا انه البيان بيقول انه البنت كانت في حالة دفاع عن نفسها وحسم خلاص الجدل اللي كان محيط به هذه الواقعة وهذه القضية، وهي طبعا اخذت مساحة كبيرة من الحديث وكانت قضية ايضا رأي عام. النهاردة بيان النائب العام هو الفيصل النهائي، الموضوع حفظ وخلاص. يعني البنت دلوقتي في بيتها، لكن بنخرج طبعا بالدرس اللي ذكر في نهاية بيان على فكرة أيضا، يعني بأنه يكون في دايما كده حديث بين الأب والأم وولادهم إن هم يبعدوا عن أماكن الشبهات أماكن المخاطر قد ما يقدروا طبعا، يعني قدر المستطاع. يعني لأنه زي ما قال البيان يجب أن يفطنوا لخداع شرار الناس قدر المستطاع برضو، لأنه في النهاية طبعا دي فئات عمرية مختلفة. ده كان البيان زي ما قرأناه لحضراتكم. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بيواصل ابتزاز الدول الأوروبية بمقاتلي داعش الأجانب. اتكلمنا عن النقطة دي، عن المنطقة الفاصلة في علاقته مع الدول الأوروبية قبل كده، كان ملف اللاجئين، النهاردة ملف أعضاء تنظيم داعش الإرهابي. امبارح كان في تصريحات من تركيا بتتحدث عن أن عناصر داعش اللي موجودة في تركيا هتروح للدول الأوروبية، لأن تركيا مش فندق ليهم، هم مش مقيمين في فندق زي ما بيقول. طبعا هو كده بيبتدي يتحرك تجاه الاتحاد الاوروبي بشكل يعني في نوع من القلق في العلاقات والتوتر في العلاقات، سواء الدول الاوروبية دي قبلتهم او ما قبلتهمش هو هيوصلهم هناك. وبيقول ده يعني تقاعس أوروبا في التعامل مع هذه المسألة، ولازم أوروبا كده تستيقظ وتنتبه أنه أردوغان كان يعني بيستضيفهم عنده. طبعا هو يعني بيحاول أن يربك الموقف مع الاتحاد الأوروبي اللي أصدر بيان بالأمس بوقف التعامل معه على المستوى العسكري بعد الفضائح اللي عملها وجرائم الحرب اللي عملها في الشمال السوري. لما بدأت الدول الأوروبية تنتفض وتاخد فعلا مواقف وتترجم على الارض ولا تكتفي بالتصريحات، بدا يدور على حاجه تانية غير موضوع اللاجئين، لان دي كانت العقده اللي بيتكلم بيها دايما مع الاتحاد الاوروبي وانه هيصدر اللاجئين ليهم، وبدا يدور على شيء اخر علشان يخيف ويرهب الدول الاوروبيه فتتوقف عن اصدار بيانات تناهض اردوغان فيما يفعله في سوريا، وتجاوزات كثيره خاصه بالتنقيب عن الغاز و تجاوز طبعا قانونية وأيضا تجاوزات لمواثيق دولية. في تقرير أمريكي فضح دموية رجب طيب أردوغان، منظمة حقوق أمريكية قالت إن في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وعمليات تعذيب داخل تركيا منذ محاولة الانقلاب المزعومة في 15 يوليو 2016، وكشف عن وفيات جراء التعذيب. تقرير الصادر عن المنظمة الحقوقية الأمريكية بيتحدث وبيسلط الضوء على عمليات الاعتقال الجماعية اللي شهدتها تركيا في 2016. خلينا نتابع.
طيب احنا بنتابع من خلال الصورة اللي معانا، بنتابع من خلال التوضيح لما جاء في هذا التقرير بالصوت والصورة وبالأيضا الأرقام والنسب ما حدث في الداخل التركي. التقرير قال مثلا ان السجون التركية بتضم في الوقت الحالي اكتر من 100,000 معتقل، واكد وقوع عمليات تعذيب وجرائم معاملة سيئة ممنهجة للمعتقلين والمحتجزين اللي ألقى القبض على أغلبهم خلال حالة الطوارئ منذ وقوع الانقلاب في 2016. هي بترصد المسألة في المجتمع التركي، ما حدث من اعتقالات استمر لمدة سنتين. التقرير بيقول أنه أغلب الوقائع موثقة من قبل مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية، وحسب التقرير اللي معانا صورته توفي 93 تركي نتيجة عمليات تعذيب داخل سجون تركية. والتقرير استشهد بواقعة وفاة المدرس جوكهان أتشيك في 5 أغسطس 2016 نتيجة تعذيب متواصل لمدة 13 يوم داخل مديرية أمن اسطنبول بعد أن تم إلقاء القبض عليه بتهمة الانتماء لحركة الخدمة. النهاردة الذكرى الثالثة لوفاة الفنان القدير الساحر ساحر السينما محمود عبد العزيز. دفن جثمانه في غرب اسكندرية، هو من اسكندرية ودي مدافن الأسرة، وطلب قبل وفاته أنه يدفن بجوار أبيه وأسرته بالكامل لأنه متعلق بهم كلهم. رحمة الله على هذا الفنان الرائع، الفنان الراحل محمود عبد العزيز. نشأ في اسكندرية وعاش شبابه في اسكندرية وانطلق بقى للقاهرة العاصمة، حاله حال فنانين كتير راحوا لهوليوود الشرق للقاهرة باستوديوهاتها بأضواءها علشان يبتدوا مسيرة الفن. بدأ في السبعينيات انطلق بأعمال فنية كتيرة جدا، كلنا يعني في ذاكرتنا كده واحنا بنتكلم عن محمود عبد العزيز فيلم أو عمل درامي بيجيلنا كده على طول أول ما في الأذهان أول ما نتكلم عنه. طبعا رأفت الهجان في المقدمة دايما بجانب أعمال كتيرة عظيمة، لكن رأفت الهجان بكل أجزائه يبقى في مسيرته الفنية القديرة الرائعة. رأفت الهجان بتصور انه واحدة من الأعمال اللي يعني هناخد وقت كتير جدا عشان نعرف نعمل شبهها بالأداء الراقي لمحمود عبد العزيز، بالأداء الراقي لكل العاملين في هذا العمل الدرامي الكبير. خلينا نشوف هذا التقرير عن الساحر محمود عبد العزيز. محمود عبد العزيز ظل مبدعا حتى آخر لحظات في حياته، كان صانع البهجة أيضا بجانب التنوع المتناهي في الأدوار اللي قدمها والقدرات الفنية الرائعة اللي كانت في كل دور شفناه دلوقتي في هذا التقرير، وإزاي كان مبدع فعلا فيها. رحمة الله على الفنان الكبير محمود عبد العزيز. امبارح كان حفل توقيع كتاب أيام في بيت المحترم، ألف مبروك على هذا الكتاب الجميل، ألف مبروك للإعلامية القديرة شفكي المنيري عن قصتها مع زوجها الفنان الراحل ممدوح عبد العليم اللي جسدتها في هذا الكتاب. أيام في بيت المحترم أساسا اسم كلنا كحضور كنا بنشيد به، لأنه الفنان الجميل ممدوح عبد العليم كان أيضا بيتسم بهذه الصفة الرائعة بجانب فنه الراقي. الحفل ده حضروا عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، مجدي أبو عميرة المخرج أيضا القدير كان موجود. ليه بقى اختار مجدي أبو عميرة؟ لأنه الضوء الشارد دائما كان مصاحب لممدوح عبد العليم في رحلته الفنية الثرية الطويلة. رفيع بيه طبعا كانت الشخصية الأهم في حياة ممدوح عبد العليم، زي ما كنت لسه بقول في تقديمي لمحمود عبد العزيز، دايما كده بيجي في أذهاننا لما نتكلم عن فنان كبير من الأثر والساحة الفنية بيكون مرتبط بدور معين. الشيخ حسني مثلا ورأفة الهجان في محمود عبد العزيز، رفيع بيه ده بتفتكره دايما مع ممدوح عبد العليم. ولذلك كان في مخرجين كبار عرفوا ازاي يستفيدوا من قدرات ممدوح عبد العليم ويقدموه بصورة مختلفة وبأدوار مهمة. كان
يعني هذا الكتاب في الذكرى الخاصه بميلاد الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، الذكرى 63، وقررت الاعلاميه شفك المنيري انها تطرح هذا الكتاب وحفل توقيعه في هذه الذكرى 10 نوفمبر 56 كان ميلاد ممدوح عبد العليم. الف مبروك مره ثانيه لاصدار هذا الكتاب، بدعوكم ان انتم تقروه وتجيبوه، كتاب حلو جدا، هتقروا تفاصيل حلوه عن حياته في بيته بجانب طبعا حياته الفنيه اللي لا تخفى على احد فينا قد ايه بنكون سعداء انه الشخصيه اللي شفناها دي في ادوار جميله وارتبطنا بيها هي كمان على المستوى الشخصي والانساني كانت شخصيه مهمه وليها بصمه، وده اللي كان بيهدف ليه هذا الكتاب. خلينا نشوف تفاصيل اكتر عن ايام في بيت المحترم والقاكم بعد الفاصل واول حوار معانا عن قوائم الانتظار. ايام في بيت المحترم كتاب بقلم الاعلامية شفك المنيري التي نظمت حفلا لتوقيع كتابها الذي يتحدث عن تفاصيل شخصية لا يعلمها الكثيرون عن الفنان الراحل ممدوح عبد العليم. سيرة بسيطة جدا لإنسان بسيط ممكن يكون في شبهه ناس كتير في بيوتنا المصرية، سيرة للاحترام، سيرة للاحترام بين زوج وزوجة في حاجات كتير، في مواقف كتير هيشوفوها في علاقتنا في عملنا. أنا مذيعة ليا عملي وهو فنان لعمله، لكن في النهاية إحنا أسرة مصرية. ممدوح عبد العليم كان قارئ نهم مثقف جدا، فكان لازم كنت بفكر دايما أقدم له حاجة شبهه. ممدوح كان الكتاب لا يفارق حقيبته، يعني الكتاب موجود في شنطته على طول، فان شاء الله القارئ هيقرا اشياء ليها قيمه، والقيمه الاكبر ان كل القراء هيشاركوا في الصدقه الجاريه، ودي حاجه جميله. الكتاب بيتكلم عن الحاله الانسانيه اللي هي عاشتها مع والدي، وكمان بيتكلم على الحاجات اللي ما حدش هيكون عارفها غير حد عاش معاه اكتر من 20 سنه. حفل حضره عدد كبير من الشخصيات الفنيه والعامه للتعبير عن مشاعرهم للفنان الراحل واوقاتهم التي قضوها معه. بدايه احب اشكر الاستاذه شفكي المنيري زوجة الفنان العظيم ممدوح عبد العليم، انا بشكرها ان هي ترجمه عمليه عن مدى الاخلاص والحب، وان كل الدنيا تعرف من هو ممدوح عبد العليم اللي خلف الكاميرا. ممدوح يسحق كتير قوي، يعني انا واثقه ان هي كاتبه كلام عظيم، وهو يسحق كلام عظيم واعظم، لان ممدوح كان فيه الحقيقه كل المواصفات الجميله الانسانيه والفنيه والثقافيه على كل المستويات. ممدوح كان من الناس المقربين جدا ليا، و يعني الناس بتقول ان الايام بتنسي، انا عمري ما انسى ممدوح. كتاب يسرد فصلا اخر عن شخصيه ممدوح عبد العليم، الفنان الذي ترك بصمه من الاحترام والتقدير تعيش في قلوب محبيه للابد. ساره شلبي، هنا العاصمه.